معانا النهاردة يا حبايبي يا حلوين، هنتكلم عن الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة في الغابة اللي بتاكل ايه؟ بتاكل اللحوم. ممكن مثلا تاكل الزرافة، تاكل الفيل، تاكل الغزالة، تاكل الحمار الوحشي علشان تبقى تاكل تاكل وحيد القرن علشان تبقى ايه؟ قوية وتبقى كبير. وتبقى كبيرة. عندنا مين ملك الغابة؟ شيل اتريتد. ايوه، ده مين ده؟ اسمه ايه؟ اسد. اسد. ده ملك ايه؟ خارج. ملك الغابة. الاسد ده قوي جدا عشان يحب يركب في القطر. القطر بتاعه ماشي. وعندنا كمان مين؟ اسمه ايه ده؟ ده اسم فهد. الفهد ده سريع جدا وبياكل برضه وده اهو، سريع وده سريع كمان، وده والسبلي سريع. ماشي. طيب ده اسمه ايه كمان؟ ده اسمه ايه؟ نمر. النمر. ده برضو بياكل من الحيوانات القوية. تسعيد. ياكل ده ايه؟ بيجري. بيجري جدا وبياكل الحيوانات اللي هي ايه؟ وبياكل الحيوانات اللي هي مش هيجري مفترسة، بياكل اللحوم صح؟ طيب كمان هم مين اعتقد اللي اقوى ده؟ مين مين اللي اللي مين اقوى؟ اللي اقوى؟ الاسد. الفحل. الاسد وهم كلهم اقوياء. لا، الطول حاتم يموتهم. ده اقوى. ده اقوى، بص سريع، ده سريع جدا. عليه ميه. ماشي، ده سريع، ده ايه؟ سريع. سريع جدا. ودول وده ناس النمر. بيضربهم. والنمر والايه والاسد. ماشي، هما مثلا ممكن ياكلوا ايه؟ ياكلوا الزرافة يا غزالة، ياكلوا الزرافة. شوف ده ايه، يبقى دي الحيوانات الايه، دي الحيوانات المفترسة. يلا بينا نعرف الحيوانات الغير مفترسة.